عبودة الدواخلي اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام محد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاثنين. قوم ما يامرش عليك ظالم. هات من الاخر يا عبود. ب50,000 جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. وانا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده. انجز فلوسي فين؟ عبوده لو جاي ولو اتعلم وتمشي ما انصحكش، علشان رحيم لو عضم في اخر ما تسيبش حد. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موت، علشان لو مموتش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بخطمك.